الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك؟ يه فعلتش الاذاعه كلها لك، تفضلي. الحين انت على الهواء؟ اي احنا على الهواء. تبيننا على الغاز؟ لا لا، يلا تفضلي. اسمعني يا ولدي. تفضلي. انا ام، عيالي ما دروا عني. لا حول الله. والله والله العظيم مريضة وما دروا عني، وحاسين اني ساكنة عند بالجهرة عند العزابية، وحلالي كله بعت لهم، وانا مو فوتي. فاناشد كل انسان طيب، كل انسان غيور، ان يرحم حالي. ما ابي منهم شيء، ما ابي منتهم، يرحموني بس، يتقبلوني عندهم عند المسنين، ليش إن مالي أحد. ديرتي ما في ديرة، يتيمة مالي أحد. وين عيالك الحين؟ عيالي موظفين كويتيين. لا حول ولا قوة. وينهم عنك يعني؟ ليش قاطعينك؟ ما يخافون من الله. تزوجوا، بعت حلالي كله عشان أزوجهم وأركض وراهم في المحاكم. لا حول الله. والحين أنا ماني عارفة وين أروح. أنت وين قاعدة؟ عند منو قاعدة؟ من يصرف عليك؟ شلون أمورك؟ أنا اشتكيت عليهم في المحكمة. نعم. وحكم للقاضي 140. إيه. على الاثنين، مأكل ومشرب ومسكن، وأنا عمري فوق 65. العمر كله. وأنت الحين قاعدة عند منو؟ منو يقوم فيك؟ أنا مأجرة عند بالجهرة عند العزابية، عزابية وعوائل، ما حد راضي يأجرني. من يخدمك زين؟ من يطبخ لك؟ من؟ ما في حد يخدمني ولا يسألون عني. وأنا أبي صوتي تكفى يا ولدي. تكفى. لا تقولين تكفى يا أمه. حاضر. عيوننا لك. هذا أمر. عفو عليك صوتي. بس. أبي صوتي يوصل للعالم كله. عن عقوق الوالدين، ليش أربي وكبر وبيع عملاتي عشان أسد عنهم ديونهم وقضاياهم؟ كم واحد حجية؟ كم واحد هما؟ هم اثنين ما يخافون من الله. حول. خذوا هالحريم والحريم صارت هي السند. هما يدرون شنو الكتاب القرآن شي يقول و... يدرون واحد يدرون. منهم أبشرك، واحد منهم يشتغل بدور الرعاية. حول الله. عندك بنات يما؟ ما عندي بنات. يا ليت عندي بنات، بس أتمنى من الله ما يأخذ عمري قبل ما يخليني عالة على حد. يا ولدي يا بعد راسي انت. والله يا ولدي ما في منفل. أنا على فكرة أنا تعالج بالطب النفسي من 30 سنة، من يوم ما أشهد دام، وكل ما أروح أشتكي عليهم يقولون أمنا مو صاحية، أمكم مو صاحية. العمر كله أنا ربيته وزوجتكم بحلالي وأملاكي اللي كله. أبو المختصر أنا عراقية. ما لا شاء الله. نعم فيك. ما لا شاء الله. أنت أم عظيمة. أنت ربيتي. لا يقول أنت ما أنت أم عظيمة. أمرتها صارش لي انفجارات وتقول لي تغلط على ألفاظ وصفة، وأنا اللي زوجتها بوش الدين عشان أسويها مرة. يما أنت رسالتك لهم شنو تبين الحين؟ أنا ما بيهم رسالة. أنا ما بيهم متبرية منهم اليوم الدين. لا حول ولا قوة. أبي كل من يسمع صوتي يودوني يطلعوني من الكويت. تكفون، خلينا أعيش بديرة طول أطر، ولا أني أنا أشوفكم ويسمع صوتي. لا حول ولا قوة. واللي يرحم والديكم واللي يحفظكم يا عيالي. عسى الله يحفظك. عسى الله يحفظك. أنت أم عظيمة. لا ودموعك غالية علينا. الله يحفظك. وخلي جدي الكويت يا عيالي. وإحنا كلنا ترى كلنا عيالك. الله يخليك. وأنا الله يخليك يا أبي.
الله يحفظك، الله يحفظك، مشكورة مشكورة. أنا راح أتواصل وياك بعد بعد البرنامج إن شاء الله. الله يحفظك، مشكورة مشكورة. الله يحفظك، الله يحفظك. لا لا الدنيا بخير يا 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 يما، الدنيا بخير. الله يخليك يا الله، الله يحفظك، مشكورة 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 حبيبتي، مشكورة. يا هلا يا هلا يا هلا. يوسف قبل لا تأخذ صوت، أنا أول شيء أبي أتأسف منها بالبداية. أنا ما يعني كنت قاعدة أتغشمر بالبداية وأنا لا ما كل العاشق يعني هذه أم صحيح. والأم لما تتكلم بهالحرقة يعني يعني أنا أتأسف إن اللي إني أنا يمكن تكلمت على الهوى ولا ما قلت، يعني هاي واحدة. الشغلة الثانية يا أخي ما يصير كذي، ما يصير. ترى والله العظيم راح يصير بعيالك نفس الشيء كما تدين تدان. والله العظيم الله يمهل ولا يهمل، يجيك وقت راح تشوف دبل الدبل. والله ترى سبحانه وتعالى يتفنن في تعذيبك في الدنيا قبل لا يتفنن في تعذيبك في في الآخرة. يا أخي ما يصير، ما يصير هذه الأم تتكلم كذي، ما يصير. أنت ما عندك قلب، ما يصير. شلون تنام؟ شلون شلون تعيش أمك كذي؟ يعني ماني ماني فاهم الناس. هذه ما فيها رجولة ترى، هذا أنت تعتبر منت ريال أصلاً. يا ريت ما اللي يسوي كذي، هذه مو مو سالفتها. شو اسمه؟ ما يجوز، ما يجوز. الله يعني يرحم ويلطف بحال هذه الأم، وكل أم تعاني. والله قطعت قلوبنا، لكن والله الله المستعان. إن شاء الله الله فوق، والله أرحم وألطف من الكل.